السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله راودته أحلام كثيرة لأبناء السلطنة، ومن هنا انطلق الحلم والذي جاء في طياته تأسيس فرقة أوركسترا عالمية محترفة أعضاؤها من العمانيين. تلك الفكرة الملهمة نابعة من إيمانه بقدرات شعبه، وإن تخوف العديد من عدم إمكانية تحقيق هذا الحلم إلا أنه الآن أصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية شعب عاشق الفن الأصيل. وجاء التأسيس بخطوات تدريجية مدروسة بعناية، حيث تم في عام 1985 اختيار مجموعة من الموسيقيين الشباب الموهوبين من الجنسين. وفي بداية تأسيس الأوركسترا تم اختيار طاقم المعلمين من المملكة المتحدة، وتمكن أعضاء فريق الأوركسترا من اجتياز اختبارات المجلس الموحد بمستوياته الثمانية. حصل 100 شاب لمباشرة التدريب، وخضعوا لتعليم اللغة الإنجليزية ونظريات الموسيقى داخل عمان أو خارجها. في الأول من يوليو عام 1987 كان اليوم الفاصل لأبناء الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، وهو يوم تقديمهم للعالم بأسره لحفلهم الموسيقي الأول. ومنذ ذلك الحين قدمت الأوركسترا العديد من الحفلات الموسيقية الخاصة والعامة، سواء داخل السلطنة أو خارجها، وفي أشهر القاعات المرموقة في الإمارات وبلجيكا وألمانيا وفرنسا. سيظل مشروع الأوركسترا السيمفونية العمانية جسراً نابضاً بالحياة وحلقة وصل بين الشرق والغرب. اليوم تقف هذه الأوركسترا رمزاً للإصرار والعزيمة، وهي سفيرة عمان الموسيقية إلى العالم بأسره. رفرف على رؤوس الصور والأمجاد، بك نكسب من نجوم المجرة، ما زال لك مع مشرق الشمس ميلاد، في كف سلطان ابتسامة ما جرى. رفرف على رؤوس السوار والأمجاد، بك نكسب من نجوم المجرة، ما زال لك مع مشرق الشمس ميلاد، في كف سلطان ابتسامة. رايات مجد شامخة تنتهي
هيثم يجمع العز كالرب.